حياكم الله مجددا في هلا بالعرفج، وصلنا معكم إلى فقرة المشي. اليوم فقرة المشي من الفقرات المميزة والاستثنائية والجميلة لجمال واستثنائية واختلاف ضيفها الذي سيمشي مع العرفج، واحد من الأسماء الثقافية الفكرية الإعلامية الكبيرة جدا، واللي وضع بصماته المضيئة في كثير من جنبات هذا الوطن إعلاميا وثقافيا وفكريا واجتماعيا. أتحدث عن الدكتور فهد العرابي الحارثي، رئيس مركز أسبار. وبنشوف في المشي مع العرفج أيضا فكرة جديدة، يمكن أول شخص يمشي مع العرفج ويجيب أنه من الأفكار اللي جاته أثناء المشي أنه ينقل الجيم إلى البيت. خلونا نشوف. احنا سعداء من اللي يمشي معنا اليوم، استاذي اللي تعلمت منه في الصحافة ابو محمد الدكتور فهد العرابي. دكتور، انا اعرف انك تمشي، بس السؤال ايش طقوسك في المشي؟ انا طبعا مفتون بالمشي من سنين طويلة. يا سلام. عشان اطمئنك انه انا رياضي الى حد كبير. ايه؟ انا عندي جيم، اذا تحب تشوفه شوي في البيت، جيم متكامل. يا سلام. في اكثر من 12 و13 جهاز رياضي، ومارس فيه كل انواع الرياضه اللي ممكن انت تتخيلها. هذا الكلام موجود عندي في بيتي هذا من حوالي 20 سنة. والجيم فيه مشي طبعا. الجيم فيه مشي، الجيم فيه ركض، الجيم فيه جميل. فيه بدي بيلدينج، فيه اشياء كثيرة جدا، ثري جدا. طيب. انا من محب الرياضة ومن محب المشي. اعتقد انا اشهد، وصلت الى انا اشهد. بس طقوسك، الناس يسألون عن الدكتور فهد طقوسه اثناء المشي، هل يقرأ، هل يكلم، هل يسلم على احبابه، ولا يركز في المشي وبس؟ لا، خليني اقول لك شيء. يقال انه اجاثا كريستي افضل رواياتها كتبتها وهي في البان في الحمام. انا اعتقد اكثر احسن الافكار اللي انا كتبتها واللي عملتها وانا امشي، مش في الحمام لكن وانا امشي او انا اسوي رياضه. طيب، يعني ما عندك خيار اخر الا انك تفكر وتبدا يعني تسوي اشياء يمكن ما تجي على بالك انك تسويها انت باللحظه العاديه. طيب، السؤال ايضا، انا ما ادري، ادري انه كثير قرارات اتخذتها وانت تمشي، ايش اخطر قرار او قرارين مهمه في حياتك اثناء المشي؟ خلينا في موضوع الرياضة. أيه؟ في المشي. أيه؟ أهم القرارات. أيه؟ أنا كنت أمارس الرياضة في بعض نوادي الرياضة في الرياض. أيه؟ فأضطر أني ألبس رياضة في البيت، أروح بثيابي من هنا وألبس الرياضة في المكان اللي نعمل فيه الرياضة، وبعدين أخذ دش وألبس من جديد وأرجع، يعني يروح ساعة ونص ساعتين ما فيها رياضة، كلها تجهيز للرياضة. فقررت أني أعمل الجيم عندي في البيت، يصير من غرفة النوم على الجيم. يا سلام، والله ولا ضيع وقت. وهذا قرار اتخذته اثناء الرياضه. نعم. طيب، طال عمرك وانت الطالب النجيب اللي تخرج من السربون ومطلع على كتابات الفرنسيين، ونحن نعيش ايضا افراح اليوم الوطني، كيف ترى كتابات الفرنسيين سواء الرحاله او الصحافه تجاه المملكه؟ انا اعتقد المستشرقين عموما وبالذات الفرنسيين والالمان اهتموا كثير بالثقافه العربيه، وبالتالي لما تقول اهتموا كثير بالثقافه العربيه، رمز الثقافه والتاريخ العربي هو المملكه العربيه السعوديه او الجزيره العربيه. جميل. بمعنى يعني عندما كانت جزيره. نعم. وبالتالي تحظى كل ما هو موجود في هذه الجزيره باهتمام كبير من هؤلاء الناس. انا اول مره اسمع ابن سعود في جامعه السربون لما كنت ادرس بين بعض المستشرقين، وهم يقصدون بذلك شخص واحد فقط، هو عبد العزيز الملك عبد العزيز. نعم. الله يرحمه. نعم. فكانوا يتحدثون عنه بكثير من الاكبار وعن المغامره التي قام فيها في الجزيره وتوحيد هذه الاجزاء المتراميه والقبائل المتناحره والمتنافره، والتي لم تتوحد هذه الجزيرة إلا مرة واحدة، هي في عهد الملك عبد العزيز، ولا كانت ممالك وكانت مناطق مختلفة. حتى ترى في عهد النبوة لم تتوحد الجزيرة كاملة. صحيح. حتى بعد ما توفى الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءت حروب الردة وما حروب الردة، يعني كان هناك انقسامات مستمرة في الجزيرة. أهم إنجاز يمكن تم في تاريخ الجزيرة العربية هو ما قام به الملك عبد العزيز من توحيد هذه الأجزاء في هذه القارة المترامية. وهذا ما لمسته قوي وواضح في الكتابات الفرنسية. جدا جدا جدا. حتى على مستوى الإعلام، صحيح أنه عندهم معانا خلافات. نعم. خلافات طبيعي. سياسية. نعم. يعني حول ما يسمى بحقوق المرأة. نعم. حقوق الإنسان، يعني هذه أشياء موجودة في التاريخ، لكنهم
يعرفون أهمية وقيمة الجزيرة العربية في تاريخ العرب وفي تاريخ الإسلام. أنت لا تنسى لما نتكلم عن المملكة العربية السعودية نتكلم عن مكة المكرمة، نتكلم عن المدينة المنورة، نتكلم عن مهبط الوحي. هم يقدمون كل هذه الأشياء ويكبرونه كثيرا ويهتمون فيه، وفيهم من كرس حياته العلمية لإنجاز أشياء كثيرة في هذا المجال. الله يسعدك، سعدنا فيك يا محمد، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات ولقاءات غير المشي طبعا. الله يسعد. شكرا جزيلا للدكتور فهد العرابي الحارثي، والتعليق عندك دكتور. شوف لما نجي مع الدكتور فهد حنا نفتح صفحة. عام 96 أنا جيت الرياض، توظفت هنا وظيفة، فكنت العصر فاضي، قلت بدأ أنا قد أتحكحك ولا بروح أشتغل، فرحت اليمامة. كان الدكتور فهد أعتقد يعني على آخر أيامه، فجيت سلمت عليه قلت دكتور أنا أبغى. قال لي شوف يا ولدي الصحافة ما فيها مجاملات، عندك أنت قلم وحبر، روح مع أبو يزيد الله يرحمه يسكن الجنة فهد العبد الكريم، اشتغل هناك، أثبت وجودك على عيني وراسي. ما أدو طايفي كذا يتكلم منها زي الطايف، أنا ما أثبت وجودك ترى الباب وسيع. قلت حاضر، والله وصل لي المسج، شدت حيل. المهم قعدت يمكن 3-4 سنين، هو ترك لي مهمة واستمريت أنا في القسم الثقافي 3 سنوات. فهد العرابي قبل أمس كنت عنده في البيت لما صورنا، فسألته عن مذكراته، ترى فهد ذاكرة وطن للأمانة، يعني ذاكرة وطن، يعني أقول لك 50 سنة من الوطن هو ما زال عاشها وما زال يذكرها بحذر. قال لي أبشرك يا أحمد، وعطاني الفصل الأول عن أمه كيف تعرفت على أبوه، بدأ من هنا وعطاني الفصل الأول مستمتع في قراءته. الدكتور فهد ترى له عشرات الكتب. الدكتور فهد انت ما تتكلم عن فهد عضو مجلس الشورى المؤسس، لانه عام 94 كان من الاعضاء المؤسسين وجددوا له. اتكلم عن الرجل اللي طور اليمامه 12 سنه، تتكلم عن الدكتور فهد اللي اسس رئيس مجلس اداره الوطن جريده الوطن، تتكلم عن الدكتور فهد اللي سوى صحيفه مكه الان وجددها بدل ما كانت الندوه. فهد متشعب، لذلك انا قلت له بسيرتك يا دكتور ودي انك تحط حقل من الحقول. فهد الطالب للسربوني، يقال طبعا انا ما عندي معلومه انه اول سعودي يتخرج من السربون دكتوراه، دكتور من السربون، يجيد اللغة الفرنسية، يجيد الإنجليزية، تجربة عظيمة، رجل منفتح، رجل في مهتم بقوامه برشاقته، يربي غزلان، الدجاج كل شوي حنا نمشي تعترض طريقنا، قال دعها يا أحمد خلى الدجاج، يعني أنا مسالم معاه. كمية المعلومات أنا قريت له كذا كتاب، ما تدري تصنفه هل هو شيخ، هل هو أديب، هل هو عطر فرنسي جميل من السربون، ما تدري. لاني اول ما جيت ادرس الماجستير عام 94 درسنا بروفيسور اسمه محمود فياض مصري. قال شوف يا احمد ده في راجل في السعوديه عندكم اديب كلكم ناسينه. قلت قال فهد العربي الحارسي، كان تو مطلع كتاب اسمه حدثتنا عائشه قال ابن عباس عن تآخي، وهذه تصح لك، عن تآخي النص الادبي مع الديني. قال مع الاسف انه في فكره انه الادبي ما هو محبوب من الشرعيين، والشرعيين هو قال كاملون تآخي، وجاب أدلة كيف أنه عائشة كانت تستشهد بالشعر وابن عباس يستشهد بالشعر وإلى آخره. عيد العنوان حدثتنا عائشة قال ابن عباس، عندي إن شاء الله نستعرضه هنا في يوم من الأيام، لأنه كتاب جميل. هذا الكتاب ترى طلع عام 96 واخذ جائزة، اسمه التآخي النص الشرعي مع النص الأدبي. طيب إيش رأيك في فكرة الدكتور وفكرة أنه بدل ما أروح للنادي، يعني طالب انه انا مقتدر انقل النادي الى انت مع الفكره ولا ضدها؟ لا هو اذا مقتدر يا ليت، بس كم واحد زي العرابي؟ لا انا للمقتدرين اجمالا، يعني انت مع الفكره ولا ضدها؟ انا مع ممارسه الرياضه على سطح القمر في الحديقه، لانه هو ما شاء الله مقتدر. انا وانا صور بيته مزحنا بالتيك توك انه اعطاني بنت، لكل واحد يقول اعطني دوره. على الدكتور فهد يحب المزح، وقال مزح هذا يا احمد يعني بس للتصوير يعني. طيب جميل، وانا اعتقد انه مجموع المحطات اللي ذكرتها فعلا تستحق ان الدكتور فهد يصدر كتاب سيرة ذاتية. نعم، وأنا أعتقد أنه صار وقته أنه يصدر. وأنا بحاول إن شاء الله أن يساعدكم لو تستضيفونه في حلقة ثلوث عن تجربته الصحفية والأدبية بس. ما نبغى تجارب ثانية، خليها، لأنه هو أصلا التجربتين. ترى الفكر التنويري، فكرة التنويري بمعناه البسيط المحلي بدأ من اليمامة. مثلا مطالبة بطاقة للمرأة، تجديد المناهج، كانت معارك تقام على صفحة اليمامة والمجد، حتى لما يعرفون أقارب أني باليمامة يبتعدون عني كأني شيء مشبوه، لأنه كانت اليمامة بؤرة القضايا المهمة المحلية كانت تصل. طيب على طاري اليمامة وطاري السيرة الذاتية، أنا أذكر أنك كنت تعمل على كتاب يسجل سيرتك الصحفية. إن شاء الله، بس خليني
يعني, لا يعني ما زال المشروع قائم. هو انتم خلي لي وقت. ما زال المشروع قائم. انتم خلي لي وقت. طبعا انا طول احنا الاربعاء يا اخي عندك 6 ايام. شوف بس الاربعاء, الاربعاء ذكرتني بقصه الاربعاء. مرة واحد كتب مقال واخذ عليه 1000 ريال, قال لي يا اخي مقال 1000, قال لي وانا عشان اكتب مقال ب 1000 ريال قعدت 20 سنة. انا عشان احضر هذه ترى اقراها, وانت تدري يعني الكتاب ذا يبغى له 6 ساعات. اي بس انا اللي اعرفه منك وقلتها على الهواء اكثر من مرة انك انت يعني ما شاء الله تمشي في مشروعاتك بطريقة التيار الكهربائي, انه الكل في نفس الوقت شغال. مذكراتي في الصحافة شغال, رغم انها مذكرات بسيطة لكنها ممتعة انه تنوعها. يعني بديت مراسل بالقافلة وانتهيت الى صحفي في الكاتب في المدينة. هذه التحولة كتبت في الاقتصادية والمدينة والندوة واليمامة والرياض والجزيرة كلها تقريبا درتها. يلا ننتظر. وكتبت باسم رجال وكتبت نقول 2023 إن شاء الله بإذن الله. طيب نروح.